معتصم هذه المده ديال 8 ايام معتصم باش نخدم، ما تنطلب شي حاجه اخرى، تنطلب حقي في الشغل المكفول لي دستوريا، حيت تنعاني بزاف ديال الامور، وعندي شهاده ديال الالومنيوم ديبلوم سبيسياليزي. وعييت من الحوارات السلميه، مشينا عند الباشا، مشينا عند الرئيس، ما توصلناش حتى لشي حل، كل شيء تيقول لك انا ما بيديش، عينا ما نطرقوا في الابواب. ولهذا تنطلبوا من الجهات المختصه والجهات العليا انها تدخلنا في هذه النازله هذه. انا مجوج، عندي وليدات، عندي بزاف ديال المصاعب ديال الحياه، وتنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان المسؤولين ينظروا لنا، لا للسيد العامل ولا الكتابه الاقليميه ولا المجلس الاقليمي ولا الجهات المختصه، انهم يحاولوا ما امكن يوجدوا لنا شي حلول في القريب العاجل. احنا راه ما كاين حتى شي واحد يتحاور معنا ولا هضر معنا ولا شي حاجه.